السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعين شهوات أم العربي، اليوم غادي نوجدو مع بعضياتنا واحد الكيكة. هاد الكيكة كتجي راقية بزاف، نتمنى تجربوها وغادي تعجبكم أكيد. لهاد هي كيبانوا لكم شوية المقادير، ولكن هاد الكيكة ما فيهاش الدهون. لهاد الكيكة غادي نحتاجو 400 غرام ديال الدقيق الأبيض خاص بالحلويات، ومعاه قبيصة ديال الملح، 200 غرام ديال السكر سنيدة السكر الخشن، 300 غرام ديال الياغورت الطبيعي بدون سكر ولا الزبادي الطبيعي، 300 غرام، 5 ديال البيضات، 2 معالق كبار ديال الكاكاو المر، 2 كيس ديال خميرة الحلوى، كل كيس يعني 14 غرام، كل كيس فيه 7 غرام. غنحتاجو هاد النوع ديال البسكوي، ماشي هذا بالضبط، ولكن اي بسكوي نتوما كتستعملوه يكون ما كيتلاصقش بحال هكا، يعني غير حبه، والحبه هكا تكون صغيره. بغيتو انا من الحجم الصغير. انا غنوريكم هاد البسكوي اللي انا شارياه، هو هذا غير باش لا بغيتو نتوما ديروها. هذا كيدير 10 دريال، هو هاد النوع اللي درت، بنين بزاف. ممكن تستعملوا اي زعما اي بسكوي نتوما كتستعملوه، غير شرط يكونوا هاد الدائرات صغار شويه بحال هكا. نحتاجو مربى ديال المشمش، يعني مربى كوفيتير المشمش. الطريقه اول حاجه غنبدا بها هي غادي ناخذ هاد البسكوي ديالي وغادي نلاصق وحده وحده مع وحده بالمشماش، بمربى المشماش. واللي ما عندوش مربى المشماش ممكن يستعمل ديال الفخيز، ولكن انا تيعجبني ديال المشماش. قلت لكم غادي ناخذ البسكوي ديالي وغندير فيه شويه ديال المربى ديال المشماش بحال هكا، وغادي نلاصق وحده مع وحده. هاد العمليه نديروها قبل ما نوجدوا الكيك ديالنا، ونحطها هكا جنب. ممكن نديرو كمية ديال المربى شوية على حسابكم نتوما، ولكن هي خاصها تكون باينة في الطبقات بحال هكا. أنا غادي نكمل هاد الكمية ديال البسكوي عندي كاملة نلصقو، ونتلاقاو باش نشوفو تتم التحضير ديال هاد الكيك. كيف كتشوفوا هنا كملت الكميه ديال البسكوي ديالي كامله، لصقتهم مع بعضياتهم. دابا غادي نحطو هنا على جنب، وغادي ندوزو نخلطو المقادير ديال الكيك. المقادير ديال الكيك غادي ناخذ الخلاط الكهربائي، غادي ندير فيه البيض مع السكر سنيده ونخليهم يتخفقوا عفوا مزيان، وعاد نولي نكملو الخليط ديال البيض والسكر مني خفقتهم كيولي هذا الشكل ديالهم. دابا غادي نفرغهم هنا في هذا الاناء. كتشوفوا راه ما عندناش شي سوائل اخرى من غير الياغورت بحال هكا. دابا غادي نضيف ليهم هذاك اللي قلت لكم 300 غرام ديال الياغورت، وغادي نخلط هاد الخطره غير باليد بحال هكا، غير ينسجموا. دابا غادي نغربل الدقيق ديالي مع الكاكاو والخمارات، ونضيف بعد ما غربلت الدقيق ديالي مع الخمارات وديك القبصه ديال الملحه والكاكاو، دابا غادي نخلطهم ونكون مجده مول ديال الكيك. ولكن يكون مستطيل، يا اما حديد يا اما زاج. انا درت هذا ديال الجاج كيف كتشوفوا هكا، ودهنته بالزبده غنرشو بالطحين. غادي نخلط الكيك ديالي، بعد ما كملت خليط ديال الدقيق ديالي كيف ما كتشوفوا بحال هكا. دابا غادي ناخذ المول ديالي اللي قلت لكم، هذا يكون مستطيل، اللي ما عندوش يدير دائري ولا مربع، ولكن من الاحسن يكون مستطيل. دابا غادي نخوي نص ديال الخليط هذا الكيك، غادي نفرغ غير النصف ديالو بحال هكايا، ونخلي النصف غادي نوزعو على المول ديالي بحال هكا. بحال هكا. دابا غادي ناخذ هذاك البسكوي ديالي اللي لصقته وحده مع وحده،
يعني، وغادي نستفو فوق هذه الطبقه ديال الكيك بحال هكا. كيف كتشوفوا انا كملت الكميه ديال البسكوي اللي عندي كامله. دابا غادي نخوي فوق منها هذاك الخليط اللي خليت نص ديال الكيك، ولكن نحاولوا نفرغوا غير بشويه باش ما يتخسر ليناش الديكور ديال البسكوي. انا بغيته يبقى بحال هكاك كيف كتشوفوا. غنبقاو غاديين معاها غير باش ما يتحركش لينا البسكوي من بلاصتو. صافي انا غادي نقاد نملس العجين على الوجه نبسطو بحال هكايا. غندخل الكيكه ديالي الطيب كيف كنقول دائما الفران بارد من قبل، وندخلها عاد نشعل الفران، نشعل على غير لتحت حتى طيب ليا الكيكه ديالي، ومنين نحس بها طابت عاد نشعل عليها نطفي لتحت ونشعل الفوق باش تكمل الطياب ديالها من الفوق، يعني غير تحمر لينا. انا شو كتشوفوا فيا كندير غير بالسياسه بحال هكذا زعما، غير بشويه بشويه باش البسكوي ما يمشي لياش من بلاصتو. حاجتي فيه يبقى ليا شاد البلاصه ديالو و او ميم طون يتغطى من الفوق بحال هكا. انا غادي ندخلو الفران كيف قلت لكم فران بارد، ملي هو الكيكه كطيب غادي ندوزو باش نوجدو الطبقه الثانيه لهذا الكيك. انا ما تنعطيش المقادير كلهم في المره الاولى باش نبقى غدا انا وياكم مرحله بمرحله. صافي بحال هكايا. دابا انا غادي ندخلها الفران طيب ونتلاقاو باش ندوزو نصايبو المقادير ديال الطبقه الثانيه. الكيكه ديالنا ملي خرجت من الفران هذا هو الشكل ديالها، ها هي ملي طابت خرجتها ونخليها تبرد شويه. دابا غادي ندوزو المقادير ديال الكريمه اللي غنديرو من الفوق. غنحتاجو نص لتر ديال الحليب اي 500 مليلتر، واحد جوج معالق كبار ديال الزبده. هنا تقريبا انايا هنا دايره 4 المعالق كبار ونص ديال السكر سنيده وثلاثه المعالق كبار ديال النشا. غنديروا هاد المكونات في واحد الكاسرونه وغادي نخلطوهم مزيان ونديروهم فوق النار حتى يغلى ونحصلوا على شكل كريمه، وغادي نديروها فوق من الطبقه الثانيه فوق من الكيك ديالي. خديت الحليب ديالي ودرته في كاسرونه، دابا غادي نضيف لها هذوك ثلاثه المعالق كبار ديال النشا والسكر السنيده. هنا درت 4 المعالق ونص وغادي نخلطوا هاد المكونات مزيان يذوب لينا النشا، وغادي نديرها فوق البوطه. ومني تبدا الكريمه تسخن وتبدا تغلى عاد نضيف الزبده ديالي ونخلطهم ونحصل على كريمه نحيدها ونخليها غير تدفى شويه ونديرها فوق الكيك ديالي. انا غنديها فوق النار دابا كيف كتشوفوا درت الحليب ديالي في كاسرونه فوق النار، وغادي نبقى نحرك بشويه بشويه حتى يسخن. ومني تبدا الخليط نحس به سخن غادي ندير فيه الزبده ديالي وغنخليها تطيب وتكمل حتى نحصلوا على كريمه ونطفي عليها. كتشوفوا الكريمه ديالي ها هي بدات كتعقد. دابا في هاد الوقيته غادي نضيف هذيك الزبده ديالي، نضيف الزبده ونخليها نخلطها معاها حتى تذوب وتنسجم. كيف كتشوفوا الزبده كتبقى هي الاخرى كتعطيها واحد البنه زوينه. وانا تنخلط انا غادي نكمل التخلاط
ومني غادي تنسجم لينا غادي نطفي البوطه ونخليها تدفى شويه وغادي نخويها فوق الكاك ديالنا. هانتوما كتشوفوا الكريمه ديالنا كي ولات. الكيكه ديالي من بعد ما بردات شويه والكريمه حتى هي دفات، دابا غادي نصبها فوق هذا الكاك ديالي ونبسطها لها على الوجه كامل. انا غادي نخوي هادشي اللي في الكاترونه كامل. الكيكه ديالنا هي بعد ما قديت لها الوجه بهذيك الكريمه كيف ما كتشوفوا، دابا غادي ندخلها للثلاجه وغنخليها تبرد مزيان، ومني غادي تبرد غادي نزينها بخطوط ديال الشوكولاته الاسود وغادي نقدموها بالصحه والراحه. الكيكه ديالنا مني بردات درت لها خطوط ديال الشوكولاته من الفوق، ممكن ديروها ممكن لا، قسمتها طريفات على هذا الشكل. بغيتكم غير تشوفوا هذيك الحشوه ديال البسكوي كيف تتجي من الداخل، تتجي على هذا الشكل. كنقطعوها طريفات وكنقدموها هكا دي ترونش بحال هكا. نتمنى الوصفه ديال اليوم تروقكم وتنال الاعجاب ديالكم، جربوها اكيد غادي تعجبكم بزاف، سهله وما فيهاش شي حاجه كثيره، وحتى الحشوه بسكوي رخيص ولكن كتجي في المنظر راقيه، وحتى المذاق مع ديك الكريمه اللي من الفوق. اللي عجبتها الوصفه ديال اليوم ما تنساوش ديروا لايك للفيديو، اشتركوا بالقناه ديالي باش دائما توصلوا بكل جديد شهيوات ام العربي، والى وصفه قادمه بحول الله.